مساء النور، حلقة جمعة 13 ديسمبر 2024، موعد جديد ومتجدد مع رونديفو نوف. مرحبا بكم جمهورنا العريض، وإن ما كنتوا تتبعوا فينا داخل تونس أو خارجها. حلقة سعيدة جدا باش يرافقني فيها كل من رياض جراد. مساء النور. مساء النور حنين. بسام حمدي مساء النور. أهلا وسهلا. ويلتحق بنا الدكتور عماد السبري، هو الآن في طريقه إلى دخول للأستوديو، يلتحق بنا بعد شوية وهو موجود معنا. نجم يتفضل الدكتور وقت اللي تحضر الأمور، يلتحق بنا. عديد العناوين باش تكون معنا موجودة الليلة. الرحيل الكبير للنجم الساحة التونسية والعربية فتح الهداوي، بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على هذا الفقد الكبير اللي عاشته الساحة الثقافية والدرامية والفنية والمسرحية والسينمائية أيضا على مستوى تونسي وكذلك على مستوى عربي، باش نرجعوا له بعد بشوية. أطلقت الإدارة العامة زاد للديوانة التونسية تطبيق معلوماتية لنظام تعريفة ومنشأ البضائع المسبق، بعد شوية زاد باش نحكيو عليها. إمضاء عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة لفائدة شركة نقل تونس، بعد شوية زاد كيف التفاصيل. بن عروس الاحتفاظ بعشرة موظفين في ستيغ من أجل الاستيلاء على أموال عمومية. معانا زاد بعد شوية باش نحكيو على سوريا وسقوط نظام بشار الأسد وما تلاه من زلازل على سوريا وكذلك على دول المنطقة وحتى على الدول الأخرى، وخطر عودة الإرهابيين المتواجدين في سوريا إلى دول المنشأ أو دول الأصل منهم تونس، باش نرجو بعد شوية في ريبورتاج على المسألة هذه. رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا، كيف نرجو بعد شوية بالتفاصيل. واليوم لغران ريبورتاج باش يكون في آخر الحصة كالعادة تلتحق بنا الزميلة درة الغربي التي ستكشف اليوم دواليب وكواليس مظلمة في النقل الجماعي غير المنتظم أو نقل الموت كما يسميوه برشا، يطلقون عليه هذه التسمية. عنا مع قناة التاسعة أجديد 5 ملايين كاش للربح كالعادة، ما عليك أن تبعثوا SMS في حرف A على الرقم 85 840 باش تزيد تقوى حظوظك في الربح. تبعثوا أكثر من SMS باش 5 ملايين يكونوا من نصيبكم، يعني بأس ام اس نجموا تلقاو في ايديكم 5 ملايين كاش يعاونكم على المصروف. بأس ام اس في حرف A على 85 840، ومن غير حتى مجهود ال 5 ملايين يكونوا عندكم. حظ موفق للناس الكل، حظ موفق للجميع. اكثر من مساج ديما تخلي عندكم اكثر حظوظ باش تربحوا وباش يكون ال 5 ملايين من نصيبكم. نرحب بالدكتور عماد السبري. مساء النور، التحق بنا. مساء النور، مرحبا بكم. فقدت مساء أمس الساحة الفنية التونسية أحد أبرز وأهم نجومها على الإطلاق، نجم عاصر الفترة الذهبية للدراما التونسية خاصة في تسعينات القرن الماضي، واقترن اسمه بجملة من الأعمال الفنية والدرامية التي أثثت سماء الدراما التونسية وكذلك السينما والمسرح التونسي. عرفه التونسيون في شخصيات عديدة لعل أبرزها شخصية العفيف في مسلسل غادة، وعديد الشخصيات الأخرى، شخصية رئيف، شخصية والناس، وعديد الشخصيات التي لعبها كما يجب الفنان المبدع فتح الهداوي الذي ترجل يوم أمس عن سن 63 عاما وغاب عن سماء الدراما والفن والثقافة التونسية والعربية نجم كبير. التقرير التالي لآمنة أسليتي. كبرت يوم ما عشت عقليني، شعري شاب، فمي باش يطيح، وتوحشتك. تحول المشهد إلى حقيقة صادمة. عملاق الشاشة والمسرح فتحي الهداوي يترجل عن عمر يناهز 63 عام بعد مسيرة فنية فرية استمرت لأربعين عاماً. أوكي يشرف الشبوك، ما لو رحمة نانا اللي نسيبك لما تغني أحسن نوارة. نهارة اللي العرب تولي عندهم كرامة وحقوق
وقت نجم حررها فلسطين. رحيل مفاجئ باغت الشارع التونسي غيب جوكير الشاشة أو الورقة الرابحة التي لم يخسر الرهان عليها أي مخرج في كل أعمال المرحوم سواء داخل تونس أو على المستوى العربي. أحمال قلبي عندما نكملها تجبال ما تقدرش تتحملها. مسلسل غادة للمخرج صلاح الدين الصيد في رمضان 1994 ظهر فتحي الهداوي في دور عفيف الملاكم الأسمر الحالم مبشرا ببداية ولادة نجم كبير سحر التونسيين بأداء أسطوري لم تكن تلك نقطة بداية مسيرته بل كانت إيفانا ببداية المجد. واصل سيل الإبداع في الأيام كيف الريح كما تولى بطولة مسلسل العاصفة تحت إدارة المخرج عبد القادر الجربي وتألق بثبات في رائعة الكاتب علي الواتي مسلسل جمرة سيدي المحروس في 2002 حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشخصيته المميزة رئيف في مسلسل صيد الريم عام 2008 وتتالت الأدوار والبطولات بإبداع متفرد حرص فيه الراحل على أن لا يكرر نفسه وأن يضرب مع المشاهد في كل عمل جديد موعدا مع الإبهار والإقناع تأكيدا على الإسهاب والقدرة على التطور. ظل الهداوي حاضرا في جل الأعمال الرمضانية رغم تغيير الأجيال والوجوه نعرة لهوى والنوبة وبراءة وجبل الأحمر كلها عناوين لمحطات درامية استفتى فيها فتحي الهداوي في كل مرة قلوب الجماهير وانتصر في كل مرة. من سماء الدراما التونسية إلى العربية لمع نجم الراحل منذ 2002 مع المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري في تاج من الشوك كما شارك الفنان الفقيد في عدة مسلسلات عربية وهي معاوية والحسن والحسين والحجاج وأبو زيد الهلالي والمرابطون والأندلس وعمر والإمام وعرفته شام فلتة فنية تونسية لا تتكرر وتودعه تونس اليوم بكل حزن على سقوط ورقة نجم أبدع وأقنع وسيظل وافره محدفا عنه الأجيال القادمة. صايب ساهل غني واشتح وضحك العباد واللي في قلبي يعلم بيك الرب. رحم الله الممثل الكبير فتحي الهداوي. شكرا لزميلة أمنا سيتي على هذا التقرير المتميز. ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة الممثل والنجم عزيز الجبالي أحد أقرب أصدقاء الراحل الممثل والفنان الكبير فتحي الهداوي. عزيز مساء النور. مساء النور. مساء النور. أهلا بيكم بالحضور الكل. سمحني ما نعرفش كون بحذيك تو في البلاتو من نجمش نتندم. هو أنا تو قدام دار عزيز نعرف أن هذه لحظات صعيبة أنه الإنسان يتكلم فيها خاصة نظرا للصداقة اللي تربطك بالنجم الكبير فتحي الهداوي واشتغالكم مع بعضكم وخدمتكم مع بعضكم اليوم. شنو تنجم تقول في هذه اللحظات الصعبة على خاطر التصريحات متاعك ومتاع زملائك مهمة برشا باش ربما نأرخوا للحظة دي؟ هي لحظة حزينة لكنها لحظة مهمة برشا زادة في تاريخ الدراما وتاريخ الثقافة التونسية. بالضبط بالضبط. فتحي الهداوي كما قالت الجملة هو ممثل في قيمة البلاد، هو وجهة البلاد. نقول ممثل تونسي في مخاخنا أول اسم يجينا فتحي الهداوي. كما شرفنا البرة كما كان قدوة في تونس صنع مجد من بلاد واللي نخرج به البرة. سان إكزامبل سويفر ربي منحه برشا موهبة وبرشا كاريزما حافظ عليهم، وهذه أهم حاجة أنه حتى دين فارقنا فتحي ما نذكروش نهار قلنا مسكين فتحي. ديما نقولوا فتحي العظيم، ديما نقولوا فتحي القدير، ديما نقولوا فتحي الممثل اللي ما تخلقش، وذلك هو الأثر اللي خليه علينا. فتحي هو الذاكرة بتاع تونس، الذاكرة الثقافية. 80% يمكن من المشاريع اللي مست التوانسة موجود فيهم فتحي الهداوي. نبرتجيه معاه برشا حسيس وبرشا وبرشا ذكريات. الذكريات هذه الكل خليت البارح تونس حزينة واليوم قام تونس حزين على فتحي. هذا بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش في الدنيا، أما في الدنيا في الدنيا فتحي إنسان عايش برشا غامر برشا، وشفنا منه كان القليل في أعمال صغيرة، لكن البوتنسيال في عبد فتحي قدمار نجم يضحك من كل شيء وعلى كل شيء.
انسان كي يدخل البلاتو تحس بانرجي طلعت، تحس الناس كل فرحانه، يبعث البهجه، يفدلك في كل لحظات، وما يحبش المشاكل، يدو حتى مرضه ما حكاش عليه، ما يبناش حتى نحن الناس القراب، ما يبناش حتى العبيد القراب له، اصحابه اللي قابلوا فيه ديما ما يعرفوش اللي هو مريض، خبى مرضه خاطر حب يمشي هذيك دنيتي، حب يمشي وما يقلق حد، وما يخلي حتى حد يخمم عليه. صدمة كبيرة نعيشوا فيها. صحيح. لكن 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 كل فتحي ما خليش بالروح، وما خليش بالروح، عاش كل شيء انتيغمون، عاش كل شيء بالبيه وبالخايب بتاعه. فتحي ممثل اللي يتعاود كل 100 سنة ظهر لي في تونس، ما يتعاودش ديما، موهبة خارقة وإنسان. هذاك علاش عزيز مهم برشا اليوم مدخلتك معنا، لأنك من الجيل الشاب والجيل الجديد اللي تعاون مع فتحي الهداوي وخدم مع جيل الدراما اللي سبقهم واللي شكل العصر الذهبي للدراما التونسية. اليوم معناها تعتبروا، وأكيد كيف ما التوانسة الكل، أنه فما ربما جزء مهم وإلى ورقة كبيرة برشا من ذاكرة الدراما التونسية ومن الحياة الدرامية والثقافية التونسية سقطت للأسف. شنو تعلمتوا أنتم كجيل أصغر أو جيل شاب من فتحي الهداوي والجيل هذا اللي سبقه؟ أول حاجة تعلمناها التواضع بتاع فتحي، اللي طول يحطك في جناحه، طول يحكي معك كأنك عندك برشا موجود في الدومين، ينصح وما يخافش من نصيحة، يتكلم على حق الممثل، يحكي باسمنا كبرنا ونسمع فتحي ديما يحكي باسم الممثلين، تحس روحك يحكي فتحي يفرغ لك على قلبك. نصايحه ما ننساهمش، ساعات يسلك نتاعه ما ننساهيش، كلمه في العياد هنا ولا في رمضان كله فتوح، عيدك مبروك، يقول لي ما عادش تكلمني كيما ماتك في العياد، تكلمني على قهوه، كلمني على عشاء، كلمني شو تفردوا، ساعات يكلمني يقول لي هاي نعملوا جو ونحتفلوا بحد شيء، هاي وقتاش نحتفلوا بحد شيء. سي ان بون فيفون، انسان يعطيك فكره انه لازم ديما تحلم. فتحي الاخر لحظه في حياته كي تحكي معه عنده احلام مازال يحب يحققها، وعنده ادوار مازال يحب يعملها. هذا هو اللي تعلمناه منه، تعلمنا اللي فماش كونفلي دو جينيراسيون، الجينيراسيون لازم الكل يتعاملوا مع بعضهم، ولازمنا نعديه، والحب للمهنه والحب الكبير نتاع الناس اللي تحبوا يعديه للناس ويوصله لهم. وهذا هو اللي تعلمت منه، تعلمت اللي كما قال هو في جمله يقول ماكش عامل مزيا انك مشهور. هذه هي الفكره، ان هذه خدمتنا ان نوصلوا برشا مشاعر للناس، ونقعدوا متواضعين، نقعدوا نشبهوا لرواحنا. فتحي كما قلت ربي عطاه برشا كاريزما وبرشا موهبه والقوه انه حافظ عليهم الاخر رمق. فتحي عمري ما سمعت فتحي الهداوي يقول كلمه خايبه في زميله ولا يسب زميله، رغم اللي ساعات يتسب ساعات يتلقط، ديما الجوابات نتاعو والاجوبه نتاعو غفيناه، يعرف شكون انسان معبي برشا. كي تسمع الفيكو نتاع فتحي اللي عاشر كل المخرجين التوانسه براتيكمون، صحيح، جدد والقدم وخدم معاهم الممثلين القدم وجدد، وعرف يتعامل معنا الكل ويعطي حق كل واحد، وعمره ما يجرح حتى حد. انا ما ننساش النهار اللي فتحي الهداوي حكي عليا في الراديو وحكي على موهبتي، ما رقدتش، نذكر روحي نرعش كلي ونبعث الفيديو للناس كل اصحابي ونقول لهم شو فتحي الهداوي وش قال عليا، شهاده وحده تعلق نهار شهاده تعتز بها، شو الانسان هذا، شهاده نعتز بها، على خاطره ما يتعودش، على خاطره يشبه الروح، على خاطره فتحي الهداوي، على خاطر ربي صبر على فتحي وحكا فتحي حاجة كبيرة برشا، وتاريخ بلاد فتحي حاجة عظيمة ياسر، وناس حزينة قد حبهم ليه، وقد المشاعر، وقد الحب اللي مدهونا، وقد الأحاسيس الكبيرة اللي قدمهم للناس، سواء من ناحية أدوار ولا حتى في انترفيو. الناس كي تسمع لفتحي هذا وشي انترفيو، الناس كل تحط خاطر يحبوا نسمعوا، نحب نراو كيفاش يخمم. سان باتريمون، ان شاء الله يا ربي، انا نقول يجي نهار نجمو
نشوفوا السيرة الذاتية نتاع فتح الهادي وشيتشيني في بروجي ارتستيك. مازلنا ما عندناش القدرة تو في تونس ان نعطيو القيمة الفنية اللازمة للأساطير هذوما والناس اللي خدمت الثقافة وخدمت الفن وخدمت البلاد من داخل. إن شاء الله يجي نهار ونراو أعمال تكرم القيمة الفنية لفتح الهادي وغيره. وكهو إن شاء الله يا ربي فتح الهداوي سبقته عزيز أجيال من الفنانين والممثلين والمغنين اللي بالحق تنجم حياتهم تكون أفلام وتكون مسلسلات. معناها من صليحة لعلي الرياحي للهدي الجويني للجموسي للعديد الممثلين الأم تراكي عديد الممثلين عديد حاجات قيمة للفن بالفعل. لأنه لي جينيراسيون اللي جايين مش كان الجينيراسيون اللي حضرت على فتح واللي تفرجت في فتح بيه قالوا صغارنا تاريخ بالضبط. وهذا دوركم انتوما الجيل الحلقة ما بين الجيل اللي كان والجيل اللي باش يجي. دوركم انتوما عزيز الجبيلي نتفهموا حالة التأثر الكبيرة اللي احنا زادة رانا متأثرين كيفك. ونعرف اللي انت كنت تحب تحضر في البلاتو لكن عندك مانع شخصي ما خلاكش تجي، وكنت تحب تجي وتحب تحكي على فتح الهداوي لكن لأسباب شخصية نحكي عليها على خاطر عندك ما تحكي عليه وما فيش الكلام على فتحك. انا حتى كان انيكدوت نحكي لكم انا باش نعرض على فتح الهادي. هو اللي قرر في وسط بلاتو قال هذوما زوز يحبوا بعضهم ولا نحبوا بعضنا وصدقناها الحكايه. شو قيمه فتحي؟ راهو فتحي سان بيرسوناج ابارونتير ما يشبهش لحتى حد. فتحي يبعث للروح، يحب الحياه، يحب يرى الناس تحب بعضها، يحب الحب والناس مدت له برشا حب. وشفناه انا قلت لك صبحنا تونس حزينه بالفعل على فنان كبير ماهوش باش يتعاود. بلاصتو باش تقعد كبيره وبلاصتو كبيره ان شاء الله يا ربي باش نعملوا كل شيء ونخدموا دبلومو تريبلومو باش نعوضوا شويه الفراغ الكبير اللي باش يخليه القدير فتح الهداوي. اكيد والاجيال جيلكم انتوما والجيل اللي قاعد يتعلم عليكم زاده اكيد باش تكون فما طاقات ومواهب كبيره برشا. نشكرك برشا عزيز الجبالي ونعاود نعزيك ونعزي كل الشعب التونسي وعائله فتح الهداوي وجمهوره الكبير اللي غدوه باش تكون الجنازه نورمالمون نتاع الرحيل الفقيد الراحل فتح الهداوي. شكرا لك عزيز الجبالي على هذه المداخله القيمه في هذا الوقت الدقيق والدقيق جدا. لحظات الحقيقة حزينة باعتبار وأنه فتح الهداوي عاصر أجيال وأجيال. نسمع فيه عزيز الجبالي توا اللي هو كان من الجيل الشاب اللي خدم معاه معناتها يجهش بالبكاء لأنه بالفعل اليوم الساحة الدرامية والثقافية فقدت عالم من أعلامها سي الدكتور عماد السبري. لكن فقدتها معناتها مش أول مرة، لكن ربما الوقع والفترة والظرف برشا عوامل خلات العامل المفاجئ زادة انه كما قال لك خبى المرض نتاعو ما نعرفوش اللي هو مريض. فجاه سمعنا وانه العفيف البوكسور القوي اي صغير عفيف البوكسور القوي رئيف عديد والناس عديد الادوار تلك رحلت مع فتح الهداوي لكن اكيد باش تقعد في ذاكره التوانسه. تفضل دكتور. انا من نجمو كان نترحموا عليه نعزيو عائلته واصحابه واقربائه والساحه الفنيه في تونس ونعزيه التوانسه الكل في شخصيه سينمائيه في فنان معناها ابرز سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي في اعمال دراميه كبيره معناها ريناه. فتح الهداوي شخصيه قويه شخصيه متنوعه معناها تقريبا ربما الاعمال اللي شاهدتهم له الكل كان المتميز كان اخو دور البطوله دونك وكنا معناها الدور يلبسوا فتح الهداوي عباره معناها جميع الادوار اللي يمثل فيهم واللي ريتهم عباره الشخص ذاك ترى معناها فهمتني ولا هكا التنوع ذاك كما قال معناها صديقه معناها ما سمعنيش فتح الهداوي مرض ولا فما شكوى انكفأ على نفسه يعطيك الصحه دونك مات في صمت. ربما هذا تقصير من الناس كل انه الناس ما كانتش قريبه منه لانه في هما حتى القراب منه دكتور راهو انا حكيت مع برشا اصحاب اليوم حتى القراب منه راهو شخص بركة على ما يبدو كان يعلم اللي هو هو خير انه ما يقول شخص بركة كان يعلم ويتردد عليه وهو ممثل زميله ما نحتفظه باسمه. هو الوحيد اللي كان يعلم بالمرض نتاعه وكان معناتها يساعده في اشياء معينه. هو راهو فتح الهداوي من رفض انه راهو كل يوم يقابلهم معناها اصدقائه معناتها عزيز باي يحكي لي قال لي كل ديما في القهوه مع بعضنا كل معناتها
مي فما حاجات خباهم، حب يرحل ربما بشموخ او ما يحبش. هذه شخصيته، هذه شخصيته، شخصيه معناتها عنده انفه، عنده 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 عزه نفس، انفه وعزه نفس. دونك ما حبش زملائه اللي كيما كان يذكر كانوا يشوفوه كبير ويشوفوه هو كشخصيه معناها اللي تغطي على بقيه الشخصيات، ما حبش يظهر في مظهر المريض الذي ينتظر معناها ربما ساعه ساعات وفاته. ما نجمو كما قلت لك، ما نجمو كان نترحموا عليه ونعزيوا عائلته ومعناها الصغيرة وهو كذلك وهو كذلك. أنا رياض، أنا أحمد، أنا فتح الهداوي يذكرني في مصر بأحمد زكي، عنده تقريبا التكوين التركيبة متاع الممثل، لأني أنا مانيش مختصة في النقد السينمائي والكل، لكن تبع شوية نعتبر أنه الجوكر هذاك، الجوكر اللي تخرجوا في أي دور معناها يدخل بشخصيته يخرج بشخصية كما أحمد زكي وقت اللي جسد عبد الحليم حافظ وقته هو في تنبك المرض وفي أيامه الأخيرة بالمرض السرطان. واحد من زملائه قال كان يدخل وهو أحمد زكي وكان يخرج علينا عبد الحليم حافظ. كيف كيف فتحي الهداوي كان يحكيوا عليه كي يتخمر في الدور ويعيش الشخصية متاعه، معناتها يدخل فتحي الهداوي ويخرج بطريقة يلبس الشخصية لبس، يعني كي أكاد يكون مدرسة في التمثيل فقدناها اليوم في تونس. صحيح، فتح الهداوي من تينة الكبار، من تينة أحمد زكي، الرجل في مسيرته 21 فيلم طويل شارك فيهم، نحكيه على 32 عمل درامي. ربي يرحمه وينعمه، ربي يرحم فتحي الهداوي، وأنا عزيه عائلته، نعزيه زوجته وأبنائه، كل زملائه، نعزيه عموم الساحة الفنية والثقافية في تونس، ونعزيه التوانسة الكل في فقدان فتح الهداوي وفي رحيل فتح الهداوي، هذا الرجل الذي رحل وغادرنا في صمت وغادرنا في هدوء، حتى أقرب الناس ليه كما كنت أحكي حليم ما كانوش على علم بهذا المرض الخبيث الذي تكتم عليه طوال كل هذه الفترة فتح الهداوي. والحقيقة كي نحكيه على فتح الهداوي نحكيه على ذكريات الطفولة، نحكيه على الحنين، نحكيه على الذكريات، نحكيه على عفيف، ونحكيه على منصور، ونحكيه على على رئيف، على رئيف كذلك، نحكيه على الأعمال اللي شارك فيها كما الحصاد، كما غادة، كما قمرة سيدي محروس، كما صيد الريم، كما النوبة، كما نعورة الهواء، كل هذه الأعمال الناجحة اللي مش هي اللي أضافت لفتح الهداوي، لكن فتح الهداوي هو اللي أضاف لها، وهو الذي ساهم مساهمة كبيرة في نجاح كل هذه الأعمال. ونستحفظوا نستحفظوا نستحفظوا على قامتنا أحلام، نستحفظوا على قامتنا. وبالحق معناتها، وشفت حتى اليوم من التلفزة الوطنية التونسية مشكورة، ومشكور السيد المدير العام على رأس التلفزة على لمسة الوفاء اللي تشتغل عليها منذ ليلة البارحة وعلى ما أعتقد حتى الليلة، واللي هي حاجة صغيرة نجم نقدموها لفتحي الهداوي بعد رحيله. ونستحفظوا بالحق على مبدعينا، نستحفظوا بالحق على قاماتنا، نستحفظوا على فنانينا، نستحفظوا على مثقفينا. اليوم غادرنا فتح الهداوي، ولكن مازال فما كامل التواتي، مازال فما منان نور الدين، دليلة مفتاحي. للأسف أنا يحزني برشا ويؤلمني برشا كيف نشوفوا في كل مرة مجموعة من التفه يسمحوا لأنفسهم باش يتجاسروا وباش يتجرؤوا على الفنانين وعلى المبدعين وعلى المثقفين هذوما، وما نحكيوا عليهم إلا بعد ما يغادرونا وبعد ما يرحلوا. فبالحق معناتها ما أحوج الساحة الفنية اليوم والساحة الثقافية لوجود هؤلاء ولوجود فنانين ومبدعين ومثقفين من تينة فتحي الهداوي، فرحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. عديد النجوم خاصة في سوريا نعاو فتحي الهداوي، على رأسهم النجم السوري قاسم ملحو، كذلك كان حاولنا الاتصال بالنجم السوري أيمن زيدان باعتبار تربطوا علاقة خاصة جدا فتحي الهداوي، لكن كما تعرفوا الوضع في سوريا وأمور الاتصالات وما إلى ذلك. اليوم من نجم معناها غابة كما صار مع المخرج شوقي الماجر تقريبا نفس اللوعة كانت في تونس وكانت أيضا في الشام. نعم، في الأوج متاعو غادرنا بيكرا أيضا شوق الماجري، مات صغير بالضبط. وكانت اللوعة في سوريا وفي تونس، اليوم زاد اللوعة في سوريا وفي تونس في الساحة الثقافية السورية وفي الساحة الثقافية التونسية. بس
فتحي الهداوي الله يرحمه هو فارس الدراما العربية والتونسية، هو عملاق الشاشة والمسرح والسينما. فتحي الهداوي كي نقولوا فتحي الهداوي يعني نقولوا مسلسل السوري الحجاج بن يوسف، نقولوا المسلسل نتاع المرابطون والأندلس، نقولوا فتحي الهداوي من عام 1981 يعني بطل في المسلسلات التونسية. فتحي الهداوي خريج المسرح التونسي وخريج المعاهد التونسية، ولاحظنا أحلام كل أبناء المسرح التونسي، هم من أبدعوا في التمثيل، هم من أبدعوا في السينما، هم من أبدعوا في الدراما. فتحي الهداوي أنا عندي ذكرى بسيطة معاه، أنا كصحفي أول سؤال صحفي سألته لفتحي الهداوي كنا في معهد صحافة، فما نادي كانوا يجيبونا كل مرة ضيوف، كان أول ضيف وأنا سنة أولى صحافة، أول ضيف كان فتحي الهداوي. أنا ذاك أول سؤال صحفي سألته لفتحي الهداوي الله يرحمه، وبقات الذكرى دي في مخي وبقات نتفكر فيها إلى حد اللحظة. وأنت كنت معانا أحلام بنت كلاسي وقتها، يعني أكيد تتذكرها. الله يرحم فتحي الهداوي. مهم جدا أنه نثمنوا يعني الأبطال هذوما، مهم جدا أنه نحطوهم في الإطار نتاعهم، لكن مهم جدا زادة أنه نسترجعوا المسرح التونسي أبو الفنون، أنه يرجع إلى مكانته، أنه نتلهاو به أكثر حتى يخرج لك ناس كما هكا تعطي صورة دولية وتعطي صورة عربية، لأنه فتحي الهداوي تعامل مع مخرجين توانسة، تعامل مع مخرجين أوروبيين، مع مخرجين سوريين، يعني الرجل له من الباع وذراع في مسيرته. صحيح رحل فتحي الهداوي لكن ترك الأثر الكبير، ترك يعني في المسرح وترك في السينما وترك في الدراما الأثر الذي لن يمحى من تاريخ تونس. الله يرحم فتحي الهداوي، وغدوة الجنازة سوف تكون أكيد بطريقة تليق بمكانة هذا النجم التونسي والعربي الكبير. نتعداو للخبر الموالي. الديوانة التونسية أطلقت الإدارة العامة للديوانة التونسية اليوم بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التطبيق المعلوماتية لنظام تعريفة ومنشأ البضائع المسبق، وذلك في إطار مخرجات برنامج التعاون الفني المبرم مع الوكالة المالية للتعاون. أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد مساء النور. مرحبا بك، مساء النور، التحية ليك ولحضورك الكريم ولكل مشاهدي قناة التاسعة. لو كان تعطينا أكثر معلومات على التطبيق هذه لنظام تعريفة ومنشأ البضائع المسبق، شنو معناها سيد العميد؟ بالنسبة للبرنامج هذا هو في الحقيقة هو حلقة من حلقات المخطط الاستراتيجي للإدارة العامة للديوانة اللي بديناه منذ سنة 2020، وهو الرقمنة ورقمنة كل الإجراءات وكل المعاملات الديوانية. اليوم الإعلامي هذا جاء في هذا الإطار، هو حول إنشاء منظومة المعلومات الملزمة في تونس، وهذا تطبيق بطبيعة توصيات المنظمة العالمية للديوانة. دونك اليوم الإعلامي هذا جاء في إطار تنفيذ مرحلة من مراحل المخطط الاستراتيجي نتاعنا، بعد عديد التطبيقات والبرمجيات اللي دخلت حيز الاستغلال، هذه تطبيقة أخرى بطبيعة باش تدخل حيز الاستغلال، وجات في إطار دعم القدرات الفنية للإدارة العامة للديوانة في مجال الاتفاقيات التجارية المبرمجة على الصعيد الأفريقي، نذكر منها مثلا اتفاقية المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر الزيكاف، كيف اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميزا. تعرفوا لي منذ شهر مارس 2023 تم توقيع مذكرة التعاون بين الديوانة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زي، باش أنها الوكالة هذه باش توفر المساندة الفنية للإدارة العامة للديوانة ولوزارة التجارة باش تنجم تطبق الاتفاقيات هذه نتاع التبادلات التجارية مع أفريقيا. دونك التطبيقة هذه جات في هذا المجال. نفسر واش معناها المعلومة الملزمة باش السادة المشاهدين يفهمونا، هو الهدف منها هو تبسيط الإجراءات نتاع التجارة الخارجية واختصار الأجال اللازمة لتسريح البضائع الموردة أو المصدرة. أنه المورد قبل ما تجي البضاعة نتاعو، قبل ما توصل البضاعة نتاعو، يتقدم بمطلب إلكتروني على المنظومة الإلكترونية لمصالح الديوانة وبصفة مجانية، يطلب الرأي حول التصنيف التعريفي وإلا المنشأ المنطبق على بضاعته، خاطر قبل كان المورد
يعمل وحده التصنيف التعريفية، وإلا يعمل وحده يطلب وحده المنشأ بتاع البضاعة، وساعات يغلط إذا كان ما يعرفش البند التعريفي الصحيح، وإلا ما يعرفش قواعد المنشأ الصحيحة، ينجم يغلط في التصريح الديواني بتاعه. إذا كان غلط باش يولي يخلص خطية، باش تولي بضاعته تتحجز، باش يولي يتعطل في أجل الرفع، باش يدخل دونك في السيركوي بتاع النزاعات، وما يطلبوا السيركوي ذاك من خطايا زايدة ومن تعطيل زايد. دونك تو يولي بصفة ومسبقة يطلب الرأي، شنو التطبيق، شنو التصنيف اللي تنطبق على بضاعتي، شنو المنشأ اللي ينطبق على بضاعتي، ويلقى الإجابة تجاوبوا الإدارة العامة للديوانة كيف كيف بصفة إلكترونية، تجاوبوا على شنو البند التعريفي بتاعه إلى المنشأ اللي ينطبق على بضاعته. وهذا بالطبيعة باش يربحوا في برشا وقت، باش يربحوا ويبعد على النزاعات ويبعد على تحرير المحاضر وعلى الخطايا، وباش تولي تم الشفافية، وباش تولي تم السرعة وتبسيط في الإجراءات، مما يساهم معنا في توفير مناخ ملائم للأعمار والاستثمار. واضح، شكرا لك. كنت معنا عبر الهاتف السيد العميد شكري جبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية على كل هذه المعلومات. شكون عنده تعليق على الموضوع؟ الرقم للحقيقة أنا اللي جلب انتباهي أنه اليوم فما خطوات حثيثة من أجل الرقم، من أجل المضي قدما في الرقم، رقمنا في الكثير من المجالات والميادين، شفناها مؤخرا فيما يتعلق بالشركات الأهلية، شفناها كذلك فيما يتعلق بدفع والتشجيع على الاستثمار. تقريبا أصبحت حقيقة على أرض الواقع، وهناك خطوات حثيثة لتحويلها من مجرد شعار إلى حقيقة على أرض الواقع. دونك شفناها في الشركة الأهلية، شفناها فيما يتعلق بالاستثمار، واليوم نشوف فيها على المستوى التجارة فيما يتعلق خاصة بتبسيط الإجراءات واختصار الأجال، واللي هو الحقيقة ما يؤرق كل المواطنين المشتغلين في كل المجالات. تقريبا احنا المواطنين اليوم في تونس عندنا بالحق مشكلة عويصة فيما يتعلق بالإجراءات وطول الإجراءات وكثرة الأجال أو طول كذلك الأجال. فمن المهم جدا أنه نمشيه بخطوات سريعة نحو تجسيد هذا الشعار على أرض الواقع. بسام، هو أهم شيء في التطبيق هذه اختصار أجال تسريح المواد الموردة. يعني الحقيقة التطبيق هذه أظن أنها مش سهل المعاملات التجارية برشا، ومش تسرع خاصة وقت اللي نحكيه على نسبة بطء كبيرة برشا في الموانئ التونسية، من رادس، من أسفاقس، من سوسة. وهذا هو في اعتقادي وقت اللي تقول أنا سنفتح على الاستثمارات الخارجية، مش نفتح ومش نحل الباب أمام مستثمرين خارجين، مهم أنك يعني تقوم أكثر شيء بالرقمنة، لأنه اليوم عندك متعاملين خارجين وعندك فاعلين اقتصاديين يعني في دول أخرى يتعامل بالتطبيقات ويتعامل بهاتف الجوال ويتعامل بالأورديناتور، وقت اللي يحب يجي لتونس يحب يلقى نفس الظروف، يلقى نفس طريقة العمل. على هذا بالزيد تشجعه، هو هذا في إطار التعامل مع المنظمة الدولية للديوانة. لكن مهم أنه دائما نواكبه كل التطورات، خاصة أن الديوانة نذكره اللي تقريبا منذ سنة انطلقت في المحضر الإلكتروني، يعني توا اليوم حتى في الطريق العام ينجموا المحضر يعملوه إلكترونيا ويتم تدوينه على لوحة إلكترونية. أعتقد هذا من واجباتنا، لكن مهم جدا خاصة واليوم بدينا نحكيه على تونس عندها يعني 5G اللي هي الانترنت ذات التدفق العالي، هذا يخلينا أن لازمنا نقدمه في مستوى رقمنة الخدمات الإدارية. دكتور، هو موضوع مهم جدا. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه اليوم نحكيه على سواء على توريد مواد أولية أو سلع ذات معناها قيمة، سواء معناها معيشية وإلا معناها مواد أولية نستحقها في التصنيع، وكذلك الأمر بالنسبة للتصدير. معناها اليوم نحن في إطار اتفاقيات دولية، مستثمرين توانسة يعملوا اتفاقيات مع أجانب لمعناها الحصول على مواد غذائية، الحصول على منتجات تنتجها الدولة التونسية. كي نرجعوا للعقود هذوما نتاع الاتفاقات البيلاترال ما بين زوز أطراف، نلقاو فيهم دي بيناليتي كبار. نلقاو أنك كان توخر النهار نهار بحسابه، نهار بحسابه. اليوم بالحقيقة معناها الديوانة هي كما قال العميد شكري الجبري أنه من 2020 معناها كان فما تشكيات كبيرة من المستثمرين، وكذلك من الناس اللي تورد سلعة متاعها تبقى 15 يوم و20 يوم معناها في
معناها في لوتمير حتى لين نلقاو لها بلاصه، ومن بعد حتى لين نشوفوها، ومن بعد حتى لين تتعدى بالسكانير، ومرات سكانير تمشي ومرات ما تمشيش. دونك اليوم يظهر لي معناها في اعتقادي انه معناها الاخوه القائمين على مصالح الديوانه فايقين اللي يلزمهم يواكبوا سواء النسق نتاع الاستثمار على المستوى العالمي مش حتى على المستوى الوطني، وذلك معناها من خلال التطبيقات هذوما اللي كيف كيف يشجعوا على الشفافية، على أنه الناس يوللوا باللول والتالي بالتالي، أنه السلع هذه تدخل في مرونة، نقصوا شوية من المحاباة ومن المحسوبية ومن ربما حتى من الضياع. أو كي تدخل برد أبراتنا رادس ولا واحد يا مدو سيد ذات عالم دي كونتينير مش دي عالم عجيب. فما دي كونتينير، الكونتينير تبدا تتحول على اليمين على اليسار لين توصل لجنب الحيط، يجي كاميون يهزها ويمشي. هذا معروف في الابرات لانه البرت عالم اخر، معناها عالم عجيب، عنده ناس وعنده عنده عنده تصرفاته. بمثل هذه التطبيقات نجموا فهمتني ولا نحصروا معاملاتنا تبدا انفورماتيزي بتاريخ معناها الصبان نتاعها الكترونيا، تاريخ السحب نتاعها، بتاريخ دخول البطو اللي جايب لنا السلعه وقتاش دخل، قداش بقى في البرد، قداش كذا. يسهل على المسؤول انك تعرف، واذا كان فما ديفاي معناها في المعاملات، اذا كان فما تشكيات تولي من خلال التطبيق هذه تعرفها وتلوج على لي روميد اللي يلزمك تعملهم، سواء وقتيا معناها تنجم تعملهم في كل شهر، تنجم تعملهم بالعام، نجم تعملهم في مخطط استراتيجي. دونك مثل هذه التطبيقات تمكن المسؤولين انه اولا معناها نواكب الاستثمار سواء الداخلي او الخارجي، لانه الداخلي مش يجيب لنا سلعه من برا، دونك مرتبط باتفاقيات مع الغير، يلزم سلعته تدخل في وقتها، ويلزم سلعته اللي صنعها وماشيه للغير تخرج في وقتها. وهذا كما قال العميد مشكور العميد شكري الجبري، قال فهمني ولا بالنسبه لنا نحن نوليو معناها فهمني ولا عباره استشاره، من كان قبل كتشدوا تكرفوا ولا فهمني ولا انا ما نعرفش، لا يعذر الجاهل بجاهل القانون. اليوم الديوانه بدلت من المنطلقات نتاعها من اداره معناها تسهر على الردع على الردع والعقاب، إلى إدارة اليوم في خدمة المستثمرين، في خدمة المواردين، في خدمة البلاد، أنك فهمني ولا اليوم تستشيرها وهي تعطيك المعلومة بما يسهل عليك أنك تقدم مطلب وفقا للإجراءات القانونية، وفقا للمنشأ، وفقا كيفاش نقولوا معناها نوعية البرودوي هذاك اللي جاي، وهكاك تنجم انت فهمني ولا تقوم ببقية الإجراءات وانت مطمن، لا خايف منهم باش يعاقبوك ولا خايف منهم كذا. دونك الرول نتاع الديوانة تبدل للأحسن، وهذا فهمني ولا ما نجمو كان فهمني ولا نحيوه، وما نجمو كان معناها نشدوا على أيادي معناها الإدارة العامة للديوانة في توجهاتها نحو ان تكون في خدمه البلاد. ممكن برشا دكتور زاد ينقص راهو من حتى من عمليات الفساد، لانه للاسف الشديد نعرفوا الابرات قبل يقول لك مشي لي تحت الحيط، خليني نسقدك، خليني نعطيك اولويه، خليني نعطيك التصنيف نتاع البضاعه نتاعك، خليني نعطيك المنشا نتاع البضاعه نتاعك. اليوم مهم التطبيق هذه، يعني من اللي يبدا هو في الباتو يعرف نوعيه السلعه نتاعو، المنشا نتاعها يعرف التصنيف نتاعها، هذا مهم برشا. وعلى ذاك علاش ديما نقولوا راهو الرقمنا ابرز واهم مقاومات مقاومه الفساد. صحيح. ومحاربه الفساد، لانها مش تقلص من المعاملات الورقيه ومش والبشرية. تقلص من المعاملات البشريه، ولهنا مش تسكر وتضيق الخناق برشا على الفساد في الابراج. هو لا محاله، عندك المثال التونسي اللي يقول لك اللي يسرق يغلب اللي يحاح. صحيح. راو ساعات هو حتى بالرقم وراو حتى الفساد يبقى ديما موجود، ولكن على الاقل يقلل من الفساد ويقلص من المحابات ويقلص من المحسوبيه. خاطر حتى كيف نحكيو على الرقمنا ونحكيو على المسائل الالكترونيه وغيره. عادي راو يقول لك السيستم طايح. ها هو هذا داخلين في الرقمنا، هو يقول لك السيستم طايح مثلا. دونك راو ساعات اللي يسرق يغلب اللي يحاح، ولكن هذا من شانه انه يقلل على الاقل الفساد والمحسوبيه والمحابات
وحاجة أخرى كذلك تبسيط الإجراءات واختصار الأجال، لأنه بالحق وحكي حتى الدكتور عالضياع رو بالرسمي رو أحلام بما أنه كل شيء ورقي في البلاد رو الدوسي متاعك يضيع في الإدارة التونسية. ملفات سرقت من المحكمة، ملفات سرقت من المحكمة، يعطيك صح في عهد الوزير الخشين برشا سينور الدين البحيري، عادي جدا عادي جدا، واسمه هو وكيل الجمهورية البشير العكرمي، عادي جدا يصير. وبما أنه الملفات متراكمة والكلها أوراق، عادي جدا ملف المواطن ولا ملف المستثمر يضيع من أحد الإدارات التونسية، وكي تمشي له أنت بعد شهر ولا شهرين ولا عام باش تسأل على الملف متاعك هو الساعة حتى يلقاه يقول لك خي والله ما لقيناهوش الملف متاعك. حتى السياسة تبدلت يعني. بالضبط. لا هي حتى السياسة تبدلت، لأنه شنو هو الديوان قبل معناها باش خاطر نحن اليوم راهو حكاية الفساد أنا ذي وليت شنو ولينا كل شيء فساد وتيل صورت أنه معناه وليت وصم لي سواء لأشخاص أو لأجهزة أو لإدارات. لكن هذا واقع دكتور راهو شوف. لا بون هو واقع ولكن ما يلزمش أنه يولي غالب دون في التهويل والتهويل. احنا راهو معناه باعتبار أن نعرف النصوص القانونية معناه فهمني ولا احنا راهو مشكلتنا في تونس النصوص القانونية. النص القانوني هو اللي يقول لك راهو الردع وبرا خلي أحلام ما تعرفش تكتب هي اش تحب وتوكي تجيبي لي انا وقتها نثبت وقتك تجيبي لي انت وقتها ما عادش تشاور فيه. لا انت وقتها فهمني ولا جبت لي حاجه مخالفه اللي هو موجود وبالتالي انا تو باش نعاقبك ونمشي للكونتونسيو. ومنين كنت انت مستثمر تجري باش تنجح مشروعك وباش تكون معناها فهمني ولا فيابل وباش تكون معناها تجاه الطرف الاخر المقابل اللي انت كسوا عندك شراكه معاه تخدم على اساس باش تطور المنتوج باش تكون في الاجيال باش تكون كذا ترجع تصبح نهار كل وانت في مصالح الاداره طالع هابط كذا كذا تقول له يا ودي راني غلط يقول لك النص القانوني يقول لك تحمل مسؤوليتك. وبالتالي هيك علاش قلت انا راي اليوم جانب من المشكل الكبير في بلادنا هو النصوص القانونيه وهو توجهات الدوله اللي ماشيه قبل نحو الردع فهمني ولا اغلط نكرفك. اليوم نحن كي نجيبوا بالتطبيق هذه ولا التطبيق هذه تحولت مصالح الديوانه من مصالح فهمني ولا انت اخدم اش تحب ونين بعد واش نطبق اش نحب اليوم تحولت الى اداره استشاريه فهمني ولا تساعدك وقت اللي انت تبعث لها على البورتابل نتاعك تبعث لها ايميل تقول لها راهو رسلها تجايه في البورد كذا كذا هاي مازالت ماشيه في البط وشنو هو المنشا نتاعها يعطيك المنشا ويعطيك فهمني ولا نوعيه السلعه نتاعك وشنو اللي ينطبق عليها. اولا عندك فهمني ولا خليت كيفاش نقولوا معناها المرجعيه انه كي نرجع نشوفوها نلقاو الايميل انا بعثني لك مش كيما قال بكري معناها فهمتني ولا ضاع الدوسي وضاع الورقة وما فهمتش فما أثر. اثنين نلقاو الإجابة نتاع مصالح الديوانة حتى في التوقيت لأنه يعني كي تجاوبني اليوم بعد جمعة النجم أنا غدا نقول لك عليه جاوبت بعد جمعة كمسؤول نصر على الديوانة مدير عام نصر على مصالح الديوانة كي نرجع نشوف الحساب معناها في إجابات الإدارة معناها تجاه المواطن نلقى فهمني ولا راهي المده نتاع الاجابه اسبوع نجم نعمل اجتماع ونقول فوالا راهو انفورماتيزي الموضوع راني كي رجعت نلقى 70% ولا 80% من الاجابات نتاع الاداره نتاعي تتطلب اسبوع كيفاش نقلصوا هذا من المده هذه. سي عماد مهم في الجانب الخدمات يا مان علاش راهو قلت لك في مقاومه الفساد راهو عندنا مرش كبيره للاسف في الابراج التونسيه يسميوها فوس ديكلاراسيون. اي موجود التطبيق هذه مش تخفض من فوز ديكلاراسيون شنو معناه يجيب موجود. كاكاويه ويجيب حمص يجيب فزدق ولوز واحد ويديكلاريه انه جايب فزدق معناها ماده ارخص مثلا يديكلاريه حمص او كاكاويه الفوز ديكلاراسيون هذه يولي يستخلص اقل. اليوم انا اعتقد حسب ما فهمنا انه التعريف هذه مش تخفض في عمليات التصريح الديواني المغلوط يعني تجيب سلعه تسرحها هي بيد قبل للاسف الشديد وفما رجل اعمال مختص في استيراد الفواكه الجافة يستورد في الفستق ويستورد في البندق وفي اللوز ويسرح فيه كاكاوية وحمص باش يسرح به كاكاوية وحمص لأنه باش يخلص أقل في الديوان. نحن نكون نحن الجانب الخدماتي وفي محاربة الفساد احنا المهم عنا خاطر بيدنا نحن كعلام وكوظائف أنه حاجة كي من هكا ندعمها وانو نشجعوا معناها الناس خاصه الخيام في الديوانه عندهم مده قاعدين يخدموا في برشا حويجات على تطوير مجله الديوانه على ابداء الراي في مجله الصرف معناها هذو ناس
اليوم تعرف انت الموارد نتاعنا الجبائيه والموارد الديوانيه معناها معظم موارد الدوله جايه من غادي. مش معناها ضد الديوان، راك كنا مش خلاص الفساد. انا ونزيوك هذا بطلب المنظمه الدوليه للديوان. اما حاجه اخرى دكتور بسام، زاد فيما يتعلق بالاداره وعلاقتها بالرقم وعلاقه الرقم بالاداره، انا الحقيقه من دعاه اطلاق يد المسؤولين في الاداره وانك تعطيهم هامش من الحريه وهامش من الاجتهاد في اتخاذ القرار، ولكن في المقابل انا زاد مع تقييد الاداره التونسيه أجل زمنية محددة في الرد على مطالب وعلى ملفات المواطنين وعلى ملفات المستثمرين. راهو غير عادي بالمرة دكتور أنك اليوم ملف أو مطلب راهو يبقى بالشهر وبالشهرين وبالثلاثة وبالستة، وعلى كيف الإدارة وعلى كيف المسؤول في الإدارة يجب أنك تطلق له يده وتعطيه مش من الحرية والاجتهاد في أنه يتخذ القرار وما يخافش. وهنا زدنا نحكيه على تنقيح 96 اللي برشا مسؤولين في الإدارة يتعلوا به، ولكن في المقابل زاد يلزم تقييد الإدارة بأجل زمنية محددة. يا خويا راهو مطلب متاع مواطن وإلا مستثمر وإلا اللي هو ما تردش عليه وما تتفاعلش معاه في أجل قصوى مثلا بثلاثة شهور يعتبر موافقة مثلا. نعمل حاجة كما هكا لأنه من غير المعقول زاد أنه راو مواطن وإلا مستثمر سواء تونسي أو أجنبي يبقى الملف متاعه معناته في الرفوف تيلة أشهر وسنوات ويهربوا عليه الشركاء متاعه وتتعطل المصالح متاعه، وإلا يبدأ الكريا يمشي عليه وإلا معامل مسكر وإلا مصالح واقفة. هذا زاد مش معقول. كيما يا خويا نسمح لك بالاجتهاد في اتخاذ القرار ونطلق لك يدك ونقاحك 96 تتعلل به، ولكن في المقابل راو تعطل والا ما ترجعش على الملفات المواطنين والمطالب نتاعهم وتتراخى وتماطل. زاد هذا مش معقول، ويلزم زاد هذه يتنظم بلسرة دكتور. يلزم تقييد الاداره باجل زمني محدد، ما ترجعش في ظرف ثلاثة شهور يعتبر موافقه. هيك هو الناس كل وقت نخرجوا فرحانين. ما حبوش ينقحوا النصوص مالوريزمون. معناها هو فصل 96 كان مقترح من السيد رئيس الجمهوريه، اقترح انه يتنقح، ما نعرفوش علاش النص هذا توقف. واليوم من طالبوا في العباد انها باش تخدم وانها باش تجتهد وانها باش فهمني ولا تكون عندها المبادره، وقت اللي فما برشا اطراف اليوم عندهم ولا ما عندهمش، اليوم نلقاهم في السجن. دونك العباد امبوريتي سون يا رياض، وعليها اي دعوه فهمني ولا الى السيد رئيس الجمهوريه انه يذكر بالفصل هذا وبتنقيحه حتى انه البلاد هذيا فهمني ولا تخرج من الوضعيه اللي فيها هي الاقتصاديه، وانه ادارتنا تتمكن من مرج معناها نتاع اجتهاد نتاع اجتهاد نتاع خدمه نتاع عارف مادام ما حطش حاجه في جيبه. دونك بالنسبه لي له هذاك المجتهد اللي هو 96 دكتور، حتى اذا هما يتعلوا به ارفع عليهم الغطاء يا سيدي. لا هو 96 تحاسب على قاعده 96 راهو كان قبل معمول لشنو؟ كي نحب انا نبدا حاجتي بيك نوجه لك 96، حي قالت لك 100 قالت لك في 96، هذاك منطوق الفصل 96. ولكن بقيه النصوص الاخرى كان فما ارتشاء، كان فما تدليس، كان فما كذا فهمني ولا موجود النص معناها يطبق. علاش رئيس الجمهوريه في وقت من الاوقات رئيس الجمهوريه رجل قانون كي قراه يلقى معناها ما ينطبق في الفصل 96 هو موجود في بقيه نصوص اخرى، معناها فهمني ولا اذا كان موظف ارتشى او موظف دلس او موظف فهمني ولا عاون في 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 اتجاه مخالف للقانون نصوص قانونيه اخرى. هذا فصل كان قبل يطبق نادي رن فهمني ولا وقتاش وقت يبدا حاجته بوزير ولا حاجته بمسؤول ما فهمني ولا خرج عن الطاعه يطبقوا عليه 96 كان نادرا ان يطبق. هي سي عماد احكام مهمه، احكام الفصل 96 من المجله الجزائيه مهمه وضروريه لانه موجوده في احكام اخرى، موجوده في احكام اخرى، لكن مشكله الفصل هذا اعتقد الضبابيه يعني ضبابي برشا ينجم اي اجتهاد. يقول لك راهو اي شخص استفاد، معناها انت عاونت شخص استفاد فمعناها وانت معناها مستفيد معاه فهمني ولا تعاقب، واي شخص انت قدمت له خدمه استفاد منها انت تعاقب. اخي فما شخص اليوم قدم بشيخ ورخصه ولا تقدم لمصلحه معينه ما عندوش مصلحه، دونك مصلحه اي مواطن يتقدم لاداره موجوده وبالتالي فهمني ولا تطبق عليه. دونك حتى السيد رئيس الجمهوريه وقت اللي عرض النص هذا في وقت من الاوقات ومش من توا راهو حتى من قبل الثوره
معناها في عديد المرات أن النص هذا قلنا راهو نص فما نصوص أخرى تعاقب بها، معناها كسوا موظف ولا مواطن، الموظف في الأخر هو مواطن عادي، وقت اللي فهمني ولا يدلس ولا وقت اللي فهمني ولا يرتشي ولا وقت اللي يرتكب خطأ قانوني النصوص القانونية موجودة واضح. ولكن زاد في العالم فما حاجة أخرى اليوم خرجت في العالم واضح. اليوم فما أسيرونس، اليوم أنت وقت اللي تبدأ أنت نجيبك تخدم في المالية وتغلط وانت في الاخر ما استفدتش ما نجمش غدو نحطك في الحبس، فما اسيرونس اليوم فهمني ولا ناس في المسؤوليه ذيك تعمل اسيرونس كيما الطبيب وقت اللي طبيب يخدم فهمني ولا يعمل عمليه والشخص هذاك يموت بين يديه ولا معناها في خطا هو ما كانتش عنده نيه نيته ما انصرفتش انه باش يقتل الشخص هذاك وعليه معناها فهمني ولا يلزم فما ديزاسيرونس في التعليم معلم فهمني ولا مانيش عارف انا في ركسيون في رياكسيون ضرب تلميذ ولا حاجه هذم في العالم ولا فما ديزاسيرونس يغطيوا الضرر نتاع الشخص هذاك الضرر المادي او ضرر الدوله اذا كان موظف من موظفيها ارتكب خطا عن حسن نيه من خلال العمل نتاعو من خلال الخدمه نتاعو من خلال لي كومبليكاسيون نتاع نوعيه الخدمه فما ديزاسيرونس. هو دكتور حتى بمنطق اقامه الحجه على المسؤولين في الاداره ما هم يتعلموا بالفصل 96 نحي لهم الذريعه هذه باش من بعد حتى تحاسب تحاسب على قاعده صحيحه، لانه انا قناعتي زاد دكتور انه فما بعض المسؤولين في الاداره اللي هم يشكلوا امتداد لاحزاب واطراف سياسيه معينه هذوك اللي احنا نعرفوه هذوك موجودين وانت بيغك حكيت عليهم اليوم موجودين وامتداداتهم موجوده متخلخلين في الاداره وغدوه بعد غدوه وقلنا للسيد الرئيس وقلنا للوزراء العباد هذوك يلزمهم يخرجوا ويعطلوا ويتعللون بالفصل 96 انا مش هذوكم نحكي عليهم مع تنقيح الفصل 96 لاقامه الحجه عليهم وعلى البقية المسؤولين في الإدارة التونسية باش من بعد كنحاسب نحاسب على قاعدة صحيحة هاو ما عادش فما 96 تعلم رياض بي. رياض على شنو ميلة تعطل على شنو فما حاجتين اليوم في تونس هذا أنا سأظل أرددها لين تستجيب الواحد ولا لين أنا واحد ما تنجمش أنت إيه لا أنا يارث الله والأرض ومن عليها ما تنجمش أنت شخص كان معاك البارح أنت جبته معناها فهمني ولا الارتباط السياسي بيك كيما وقت اللي حكي العطاح من الإدارية دكتور جبته حطيته انت اليوم فهمني ولا يخدم معاك انه وقت اللي مشيت انت السيد هذاك مش يخدم المصلحة العامة ما تنجمش وهيك علاش قلنا للسيد رئيس الجمهورية قلنا للسيد رئيس الحكومة قلنا للسادة الوزراء قلنا للسادة الولاد نحن ماناش لنا باش نحاسب ولا قلنا فهمني ولا يعمل لا أقيم المشانق ولا طرد العباد أما أنك أنت تحطه مسؤول في المنصب الأول ولا في المنصب الثاني خاصة أنه نحن نعرف الإدارة أنه هو في يوم من الأيام شعمل جاء للإدارة لقى عباد ما عندهاش الأقدمية جاء عمل الجليسمو زلقه شو معناه جليسمو معناه واحد ما زالك يتخرج نعطيه زوز ترقيات وردوه مدير ردوه سو ديريكتور نزيدوها عوايمين وردوه مدير ليش لانه ما كانش عنده مدير باش باش يصفي الاداره القديمه ويطلع مسؤولين واش عمل حط المدير وبعد حط السو ديريكتور ومن بعد حط الشيف سيرفيس الى اخره دو تيل سورت مثل المدير يطلع اللي بعده انت اليوم تعرف العباد اللي عندهم توجهات سياسيه تعرفهم تعرف العباد اللي هو ولاد الاداره نحبوا الاداره فس. مستقله تقوم هي بخدمتها والعباد هذاك يقاس تبعاد وما تكلفهم بما يمخ شكرا ليك دكتور نخرجوا فاصل ونرجعوا نواصلوا في رونديفو 9